بعدما كانت فكرة تراود أصحابها قبل عامين باتت اليوم واقعا قائما. ضحية حلب الشهباء بريف إدلب مشروع سكني قام على نظام الأسهم وبسعر التكلفة. أطلق فكرته قبل عامين مهجرون من مدينة حلب، والهدف جمع أكبر عدد من أهالي مدينة حلب المهجرين في تجمع سكني واحد يحاكي بناء مدينتهم ويحيي عادات المدينة وتراثها وثقافتها. تم تحديد رسم ابتدائي هو ما يقارب من 300 إلى 500 دولار. جمع هذا المبلغ لشراء الأرض وبداية تحضير المخططات الهندسية. تم الاعتماد على مهندسين بمستوى عالي جدا من أبناء مدينة حلب، بحيث تم أخذ رغبات المكتتبين وطرحها للمهندس اللي أقام بصياغته وإنشائه على الورق والمخططات. الضاحية التي تعتبر من أضخم مشاريع البناء في محافظة إدلب تتألف من 37 كتلة سكنية تضم قرابة 400 شقة بمساحات مختلفة تتراوح من 80 مترا إلى 180 وفقا لرغبات المساهمين. كما تضم الضاحية مسجدا ومدرسة وحدائق ومحلات تجارية، إضافة إلى ملاه للأطفال ومرافق عامة يتم إنجازها وفق المخطط المعتمد للمشروع. تم العمل على البنى التحتية وإنشاء البنى التحتية بالكامل، صرف صحي كامل لضاحية حلب، حفر بيرين بير الريوازي، مياه صالحة للشرب. تم العمل على مستوى عال في الأمور والإشراف الهندسي. ارتفاع الطوابق كان ارتفاع 3.52 مع سمكة الصبات. كل كتلة سكنية تتألف من طابق أرضي، 3 طوابق أول ثاني ثالث، مع خزان رئيسي على ظهر كل بناء. ما يميز ضاحية حلب الشهباء هو جودة البناء بمواصفات عالية وانخفاض أسعار الشقق السكنية مقارنة بأسعار الشقق التجارية وسرعة الإنجاز، حيث انتقلت 50 عائلة من المساهمين للسكن في شققهم بعدما باتت جاهزة ضمن الضاحية. خلال فترة وجيزة وعملا بمبدأ التشاركية بين عدد من المكتتبين المهجرين من مدينة حلب، تمكن القائمون على هذا المشروع من إنجازه دون تدخل المنظمات. من أمام ضاحية حلب الشهباء بريف إدلب، منصور صبرا، حلب اليوم.